بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 110. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب: ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، تقدم أن الغاصب لو صبغ الثوب فحينئذ صار المغصوب يتكون من مالين: الثوب وهو للمغصوب منه لمالكه، والصبغ وهو للغاصب، ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. تقدم أنهما يشتركان في هذا الثوب، هذا بثوبه وهذا بصبغة، ويقسط العوض أو الثمن عليهما. لكن من أبى قلع الصبغ، لو طالب صاحب الثوب بقلع الصبغ منه لم يجبر الغاصب على قلع الصبغ، لأن هذا يهدر عليه ماله. أو العكس، صاحب الصبغ وهو الغاصب طالب بقلع الصبغ، فإن صاحب الثوب لا يجبر على ذلك، لأن هذا يضر في ملكه، فلا يجبر من أبى قلع الصبغ منهما، ويكون كما سبق، يكون ملكا للاثنين. نعم. قال: ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. لو أن أحدا اشترى أرضا ثم تبين أن هذه الأرض مستحقة للغير، وأن بائعها لا يملكها، لكن المشتري غرس في الأرض أو بنى في الأرض، فجاء صاحب الأرض المستحق لها فطالب بقلع الغرس وقلع، أو بهدم البناء فهدم، لأنه إزالة، لأنه إخلاء لملكه. قد قال صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. فإن المشتري الذي غرس أو بنى وأخذت منه الأرض، فإنه يرجع على بائعها بالغرامة، أي غرامة هدم بنائه وغرامة قلع غراسه، لأنه غره. أما إن كان يعلم أن هذه الأرض ليست مستحقة للبائع، وأقدم على شرائها وغرسها وبنى بها، فإن بناءها وغرسها يزالان مجانا، لأنه دخل على بينه وعلى بصيرة. نعم. قال: وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكس. نعم، إن أطعم الطعام المغصوب، لعالم بأنه مغصوب وأكله، فإن الآكل يضمن، لأنه أتلف ملك الغير وهو يعلم بحقيقة الأمر من غير تغرير، فيكون الضمان عليه لا على الغاصب.
وعكسه بعكسه، يعني لو أطعمه لغير عالم بالغصب، لو أطعمه لغير عالم بالغصب فالضمان يكون على الغاصب لأنه غر الآكل وليس على الآكل شيء لأنه أذن له فيه وغرر به، فيكون ضمان الطعام على الغاصب. نعم. وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو أجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم. وإن أطعم الطعام لمالكه، يعني الغاصب أطعم الطعام للمغصوب منه فأكله صاحبه ولم يعلم فإنه يضمن، لأنه فوت عليه ملكيته، لأنه يمكنه أن يتصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك، وقد فوت هذه التصرفات عليه بإطعامه إياه فيضمنه ولو كان المتلف هو المالك، لأن الغاصب غرر به ولم يعلمه أن هذا ماله المغصوب منه. أو رهنه، أي رهن الغاصب المال المغصوب، رهنه عند مالكه الذي غصبه منه فإنه ولم يعلم فإنه يضمنه لصاحبه لأنه تعدى عليه بغير علم صاحبه. أو أودعه أو آجره، أودعه عنده أي عند المالك وتلف، أو آجره عند المالك وتلف، لم يبرأ بهذه التصرفات إلا أن يعلم المالك أن هذا هو المال المغصوب منه، وإلا لم يبرأ الغاصب بشيء من تلك التصرفات مع المالك، لأنه معذور في جهله بأن هذا ملكه. نعم. قال ويبرأ بإعارته. نعم، ويبرأ الغاصب بإعارة المالك ما غصبه منه، لأن المالك دخل على أن العارية مضمونة عليه كما سبق، لأن العارية مضمونة وقد أعاره، فإنه يضمن العارية التي عنده ولو لم يعلم أنها ملكه، فيكون لا ضمان على الغاصب إذا تلفت العارية عند المستعير وهو المالك بغير ما استعيرت له، بغير ما استعيرت له، يضمنها كما سبق. نعم. قال وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله. نعم، إذا غصب شيئا وتلف أو تغيب ولا يعلم عنه شيء، فإن كان هذا المغصوب مثليا كالمكيل والموزون غرم مثله إذن، أي وقت تلفه أو وقت تغيبه، لأنه وقت الضمان. نعم. وإلا فقيمته يوم تعذر. أما إن كان المغصوب الذي تغيب أو تلف ليس مثليا وإنما هو من الأشياء المتقومة، فإنه يضمنه بقيمته يوم تعذره، أي عدم القدرة على وجوده، فإنه يغرمه بقيمته لا يوم غصبه وإنما يوم تعذر الحصول عليه. فإن لم يمكن رد المثل مثل المثل لزمه رد قيمته وقت تعذر المثل، لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل، فقامت القيمة مقام المال التالف أو المفقود. نعم. قال ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. نعم،
هذا ما سبق. وإن تخمر عصير فالمثل. إذا غصب عصيرا من عصير الفواكه ثم تخمر، يعني صار خمرا، لأنه معلوم أن العصير إذا حبس أكثر من 3 أيام أنه يشتد، فيتحول من كونه عصيرا مباحا إلى كونه محرما، فيكون فوت هذا العصير على مالكه، فإنه يضمنه بمثله، بعصير مثله. فإن نعم، لأن تخمره بمثابة تلفه، لأن تخمره بمثابة تلفه، فيضمنه بمثله، أي بعصير مثله، عصير سليم مثله. نعم. فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. إن تخمر العصير قلنا إنه يضمنه، لكن عاد وذهبت عنه الشدة وعاد إلى أنه صار خلا، صار خلا وذهبت عنه الشدة، فإنه يدفعه إلى صاحبه لزوال المانع من دفعه وتملكه، لكن إن نقصت قيمته عن قيمة العصير الذي غصبه وهو عصير، فإنه يضمن النقص. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. هذا الفصل في تصرفات الغاصب وضمان المتلفات من غير الغصب. تصرفات الغاصب كلها من بيع أو هبة أو وقف أو عتق أو غير ذلك، الحكمية يعني التي لها حكم في الشرع بالصحة أو البطلان، كلها باطلة، لأنها تصرف في ملك الغير، وفي ملك الغير بغير إذنه، فهي باطلة. نعم. والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله. القول في قيمة التالف، ما إذا تلف المغصوب عنده وقلنا تلزمه القيمة للمالك، فإن القول في تقدير القيمة هو قول الغاصب، لأنه غارم، فإذا قال المغصوب الذي تلف عندي يساوي 100، فقال المالك: لا، المغصوب الذي عندك يساوي 150. نعم. فإننا نقبل قول الغاصب لأنه غارم. هذا في الاختلاف بين الغاصب والمالك في قيمة المغصوب الذي تلف، أو صفته بأن قال المغصوب منه: أنت غصبت مني عبدا كاتبا، وقال الغاصب: لا، أنا غصبت منك عبدا ساذجا ليس لا يعرف صنعة، فإنه يقبل قول الغاصب لأنه غارم، ولأنه لا بينة مع صاحب الملك في دعواه. نعم. وفي رده أو تعييبه قول ربه. ويقبل في رد المغصوب إذا قال الغاصب: أنا رددت المغصوب إلى صاحبه، وقال صاحب الملك: لم ترده علي، فإنه يقبل قول صاحب المال، يقبل قول صاحب المال، لأن الأصل عدم الرد، ولا يثبت الرد إلا ببينة أو إقرار من صاحب المال، ولم يوجد شيء منهما، فيقبل قول صاحب المال لأن الأصل عدم الرد. أو كذلك إذا قال الغاصب: أنا أخذت منك هذا الشيء، غصبته منك وهو معيب، لأجل أن لا يطالب بقيمة كاملة، فقال المغصوب منه: بل غصبته مني وهو سليم، فإنه يقبل قول صاحب المال ولا يقبل قول
الغاصب، ولا يقبل قول الغاصب. فإذا اختلف الغاصب والمالك في رد المغصوب إلى مالكه أو كونه معيبا، فالذي يقبل قوله هو المالك، لأن الأصل عدم الرد إذا ادعى الرد، والأصل عدم العيب إذا ادعى العيب، الأصل عدم ما ادعاه، فيكون القوة في جانب المالك في هذه في هاتين الحالتين. نعم، هذا واضح في الرد والعيب. نعم، لكن في القدر بالتحديد، لأنه يعني حتى المغصوب منه يمكن أن يزيد في قدر المغصوب، لا يقبل قوله، لأن الأصل عدم الزيادة، الأصل عدم الزيادة، ولأن الغاصب غارم، وإذا اختلف فالقول قول الغارم، هذه قاعدة في جميع الضمانات أن القول قول الغارم. نعم. قال: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. إذا كان عنده أعيان مغصوبة وتاب إلى الله عز وجل وأراد أن يردها، لكنه لم يجد أصحابه فيردها إليهم، ماذا يعمل؟ يتصدق بهذا المغصوب على الفقراء والمحتاجين مضمونا عليه، لو جاء صاحب المال بعد ذلك فإنه يقول له: أنا تصدقت بمالك الذي غصبته منك على نية الأجر والثواب، فإن رضيت بذلك فلك الأجر والثواب، وإن لم ترضى فإنه يغرم له ماله ويكون الأجر للمتصدق. يعني يخيره بين أن يرد عليه ما غصبه منه وبين أن يمضي الصدقة ويكون الأجر لصاحب المال، فإن رد العين على صاحبها بطلبه صار الأجر للمتصدق، وإن أقره صاحب المال صار الأجر لصاحب المال. نعم، هذا معنى قوله مضمونا، أي أنه لو جاء صاحبه بعد ذلك وطالب به فإنه يخيره بين رده ويكون الأجر للمتصدق، وبين إمضاء الصدقة ويكون الأجر لصاحب المال. نعم. قال: ومن أتلف، وهذه فائدة عظيمة. نعم. ينتفع بها كل من عنده مال لغيره ولم يمكن الوصول إلى صاحب المال من وديعة أو عارية أو مغصوب أو غير ذلك، إذا جهل رب هذا المال ولم يمكن التوصل إليه فإنه يتصدق به وتكون الصدقة مراعاة، فإن جاء صاحب المال فإنه يوقف على حقيقة الأمر، فإن أمضى الصدقة فهذا خير ويكون الأجر له، وإن طالب بالرد فإنه يرد عليه ويكون الأجر للمتصدق. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. نعم، هذا ضمان المتلفات. انتهينا من المغصوب وأحكامه، والحمد لله، لأن البحث في الغصب وأحكامه معمعة عويصة. والآن انتقلنا إلى بر الأمان كما يقولون. الحمد لله. من أتلف مالا محترما فإنه يضمنه، إذا أتلف مالا محترما يعني يجب احترامه، وهو مال المسلم، مال المسلم أو مال الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن، فإنه يضمن ما أتلف، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فيضمنه لصاحبه، إن كان مثليا فبمثله، وإن كان متقوما فبقيمته، وكذلك الكافر المعاهد، لأن له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، وماله محترم كأموال المسلمين بموجب العهد. هذا قضية الإتلاف. ثانيا، لو تسبب في الإتلاف، يعني ما مضى هذا في الإتلاف مباشرة. نعم.
أما هذه الصور الآتية فهي في التسبب، لو تسبب في الإتلاف بأن فتح قفصا بداخله طيور مثلا، أو فتح بابا بداخله حيوانات أو طيور فخرجت هذه الطيور أو هذه الحيوانات من المكان المقفل بالباب، أو خرجت الطيور من هذا القفص الذي فتح، أو حل وكاء كيس أو وعاء، حل وكاء كيس فيه شيء معبأ في هذا الكيس فانساب منه وضاع بسبب حل الوكاء، أو كان هذا الوكاء لشيء مائع كالدهن والزيت، وحل وكاء القربة التي فيها الزيت أو فيها الدهن أو فيها اللبن أو فيها الماء، فضاع ما بداخلها بسبب حل الوكاء، أو حل رباطا للدابة، دابة مربوطة وجاء وحل رباطها فذهبت، أو حل قيدا دابة مقيدة لئلا تضيع أو تذهب فجاء وحل قيدها فذهبت. ففي كل هذه الصور فإنه يضمن، لأنه تسبب في التلف، في تلف هذه الأشياء، لأنه هيأ لها الضياع وتلفت بسببه فيضمنها لصاحبها. فيتلخص من هذا أنه إذا أتلف مالا محترما بمباشرة أو أتلفه بتسبب فإنه يضمنه لصاحبه، لأن الأصل في المتلفات الضمان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمنه. نعم، وهذه فائدة عظيمة، أنه لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم وأسواقهم، فإذا ربط دابة في طريق ضيق أو طريق واسع على الصحيح، المهم أنه ربط دابة في طريق الناس، فعثر بها إنسان يعني صدمها إنسان، أو هي رفست إنسانا برجلها أو عضته بنابها، فإنه يضمن ما تلف بسبب ذلك أو تضرر، لأن هذا تسبب منه في الإتلاف أو بالإصابة، ولأنه ليس من حق أحد أن يستغل طريق المسلمين لحوائجه الخاصة، فإذا وضع في الطريق دابة أو سيارة أو قفها في الطريق فاصطدم بها سيارة أخرى، أو اصطدم بها إنسان أعمى أو غافل فتضرر من ذلك، أو وضع في الطريق خشبا، أو حفر في الطريق حفرة أو بئرا، فإنه وتسبب عن ذلك أو نتج عن ذلك إتلاف أو إحداث أضرار بالمارة، فإنه يضمن ذلك كله، لأنه متعد بهذا العمل، وأيضا هو آثم في تضييق الطرقات على المسلمين. ومن هذا يؤخذ أن هؤلاء الذين يستغلون الأسواق والطرقات لوضع الأذى فيها أو وضع القمامات فيها أو إرسال المياه فيها أو إلقاء شيء يزلق به الإنسان فيسقط، أن كل هؤلاء يضمنون ما حصل منهم، ولو أنه طبق هذا الحكم عليهم بصرامة لا حصل للمسلمين لذلك نفع عظيم، ولزال عنهم ضرر كبير، ولارتدع الظالمون. نعم،
مثل هذه الصورة شيخ أن يوقف إنسان سيارته على جانب الطريق البري الطويل، نعم، فيصطدم بها أحد ويموت. إذا كان أوقفها في مكان مسموح للإيقاف فيه فإنه لا يضمن. الرصيف مثلا، الرصيف المسموح بالوقوف فيه، الرصيف فيه حد، بعضه مسموح وبعضه ممنوع. المسموح لا يضمن، والممنوع يضمن. إذا أوقفها في أكتاف الطريق وأخرجها عن الممر فلا يضمن في هذا، لأن هذا مسموح فيه. لكن لو وقفها، لأن فيه خط يضعون خط، إذا وقفها داخل الخط الممنوع فإنه يضمن ما تسبب في وجودها في هذا المكان من تلف أو من نقص. أين؟ أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.